السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم فكرة كولور. سوف أشارك معكم اليوم مراحل الانتهاء من عمل انتلاء هذا البيت الذي ترونه في الصورة، وأتمنى أن تستفيدوا من الأشكال والديكورات التي توجد. بسم الله نبدأ على بركة الله. أولا سوف أعرفكم على الدرج الخاص بهذا البيت، وكما ترون هذا الدرج كبير جدا، وقمنا باستخدام مرشوش أو إيزوفو. هذا الديكور معروف هنا في المغرب وهو قديم، لكننا نستخدمه أحيانا لأنه سريع جدا، يعني يمكننا تصفية درج كبير جدا في يوم واحد، وهذا ما فعلناه مع هذا الدرج. وأيضا هذا الديكور يعني شكله رائع، ولو أنه قديم يعني ما زلنا نستخدمه لحد الآن. وبالنسبة لصالون البيت، هذا هو الصالون الرئيسي أو صالون خاص بالضيف، لكنني سوف أشارك معكم الصالون الأول قبل أن سوف أترك هذا الصالون إلى الآخر. وكما ترون هذا البيت يوجد فيه بوابتان، يعني هذه الباب تأخذك إلى صالون البيت وصالون الصغير، وهذه الباب التي أقف أمامها يعني تأخذك إلى هذا الصالون الكبير الذي ظهر لكم في الصورة. وهنا يوجد ممر قمنا بتلائه باستخدام ستيكو. لماذا قمنا بتلاء ستيكو هنا؟ لأن ستيكو يتحمل الأوساخ، وهو يعني ممر لكل الأماكن وحتى المطبخ، يعني قد يصيب الأوساخ إذا كان بدهان لا يتحمل الأوساخ، فستيكو يتحمل الأوساخ، فلهذا قمنا بتلائه هنا. وبالنسبة للصالون الصغير كما ترون هذا هو الشكل الذي قمنا بتلائه. استخدمنا اللون الرمادي في السقف، واستخدمنا اللون البرتقالي على الجدار، لأن اللون البرتقالي واللون الرمادي ألوان منسقة، وكما ترون قمنا بعمل فيهم هذه الأشكال. وهذه الأعمدة التي تظهر هنا قمنا بتلائها باستخدام اللون البني، وقمنا بعمل فيها ديكور كراكلي، يعني الكثير يعرفونه، وقمت بعمل شرح لديكور كراكلي كما ترون، ويمكنكم زيارة الرابط لكيف يتعمل ديكور كراكلي في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وهذه الغرفة خاصة بصاحب البيت، غرفة نوم كما ترون، قمنا بتلائها باستخدام هذه الألوان، اللون المارون واللون الموف، يعني فيه الكثير من الأزرق وأيضا فيه الأسود حتى حصلنا على هذا اللون على حسب الطلب. وبالنسبة للجدار قمنا باستخدام اللون الرمادي، دهانات عادية كما ترون. والآن سوف نتوجه إلى غرفة النوم خاصة بالأطفال. كما ترون هذه الغرفة خاصة بالذكور، قمنا بتلائها باللون البني كما ترون، لون بني غامق، وهذه هذه الخطوط أيضا قمنا بعملها باللون البني. وبالنسبة للجدار استخدمنا فيه اللون مارون فاتح. وهذه غرفة نوم خاصة بالبنات، قمنا بتلائها باستخدام اللون الأحمر واللون الوردي كما ترون. فهذه الخطوط التي تظهر لكم استخدمنا فيها اللصاقات، يعني تعطينا هذا الشكل الرائع. هذا هو الشكل كما ترون. هنا في هذا السقف في هذا المدخل شاركت معكم طريقة لعمل هذا السقف على شكل مجرة أو شكل أمواج كما ترون، يظهر جميل. استخدمنا فيه اير بروش، وشاركت معكم طريقة عمل هذا السقف، يمكنكم مراجعة الدرس، سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو. وكما ترون هذا المدخل الصغير يأخذ إلى حمام البيت، هذا هو الحمام. وهذه غرفة نوم خاصة بالضيوف، استخدمنا في هذه الألوان أيضا، اعتمدنا على اللون الرمادي واللون البرتقالي. وبالنسبة للصالون الرئيسي أو صالون الضيوف كما ترون، قمنا بتلائه باستخدام هذه الألوان وهذا الشكل، قمت بمشاركته معكم في هذه الخطوط التي تظهر، وشاركت معكم طريقة لعملها على السقف، هي طريقة سهلة، شكل عربي كما ترون. وفي هذه الإضاءة التي تظهر لكم نوع إضاءة ليد. وأيضا قمنا بتلقي لون رمادي على الجدار، واستخدمنا دهان يتأثر بالإضاءة. وفي السقف أيضا استخدمنا دهان من الأنواع التي تتأثر بالإضاءة. وأيضا في هذا القفص استخدمنا طريقة تنحيس، استخدمنا طريقة تنحيس، وشاركت معكم هذه الطريقة، يمكنكم مراجعة الفيديو إذا أردتموه، يعني سوف تجدون الرابط في صندوق الوصف. وأيضا بالنسبة لدورة هذا القفص أيضا استخدمنا فيها طريقة تعريق. وهنا استخدمنا اللون الذهبي مع الأسود، يعطينا هذا الشكل على الجبس الحر كما ترون في الصالون الثاني كما ترون.
واستخدمنا اللون البيج في الجدار واللون واللون الرمادي على السقف، واستخدمنا اللون بني فاتح في هذه الجوانب التي تظهر. وبالنسبة لهذا المكان هو خاص بالتلفاز، قمنا بعمل فيه شكل جانب تنجيد كما ترون، وهذا هو الشكل. وشاركت معكم طريقة عمل جانب تنجيد، سوف تجدون الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وهذا المكان قمنا بعمل فيه ديكور كراكلي كما ترون في هذه الجوانب الجبسية، وقمنا بعمل تعريق أيضا في هذه الأماكن. وهذا هو الشكل، وكما ترون هذه الطريقة، وهناك الكثير إن شاء الله ما سوف أقدمه لكم. وهذه هي الأزرار التي يمكننا التحكم فيها بالإضاءة كما ترون. هذه الإضاءة الليد في الجوانب تظهر باللون الأخضر، وفي الوسط استخدمنا اللون الأحمر كما ترون، تعطينا هذه الأشكال وهي على حسب طلب صاحب البيت. وهذا هو الشكل، ونحن في الأشغال النهائية لهذا البيت، ننظف الزجاج وكذا كما ترون. وهذا هو الشكل، أتمنى أن تستفيدوا من هذا الاستعراض وأن تحصل الفائدة للإخوة الذين يريدون أشكال الجبس أو أشكال الدهانات. وبهذا نكون قد أشرفنا على نهاية هذه الحلقة. لا تنسى الضغط على زر لايك ثم مشاركة ثم اشتراك بالقناة حتى تتوصل بأي جديد. وإذا لم تشاهد الحلقات السابقة يمكنك الضغط على هذه الصور التي توجد في آخر الفيديو. والسلام عليكم في حلقة قادمة إن شاء الله.